جمهور النادي الاهلي تحديدا بيروح ورا النادي حتى لو عارف ان هو هيموت، وعملوا كده قبل كده. تعالوا نشوف تقرير عن تكريم النادي الاهلي ل 111 من الجماهير. عايزين نكرم كل الجماهير الاهلاويه، وان شاء الله ان شاء الله يكرموا كل الجماهير الاهلاويه ان امكن، لكن كرمنا 111 من الجمهور من مجله الاهلي لمرور 111 سنه على النادي الاهلي. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. بصراحة مفخرة للعرب والأفريقيا كلها، ومش مصر بس، لا للعرب كله والأفريقيا. وطبعا كان أحسن نادي من في العالم، يعني كان حصل على بطولات 20 بطولة. احنا بنقول متشكرين وكتر خيركم، وده أحلى يوم بصراحة، أحلى يوم أنا في حياتي عن نفسي يعني. ده بيوم من يعني من أسعد الأيام من الواحد يعني في أحضان النادي الأهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق في المسابقه وكسب، وقضينا نقضي اليوم الجميل دوت في النادي الاهلي يعني. طبعا ده تاريخ اصلا، ودي امجاد النادي الاهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق ان هو كسب وحضر اليوم دوت في النادي الاهلي عشان يبقى في احضان النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته يعني. متشكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه، كان نفسي في اليوم ده لان انا بموت في الاهلي 72 سنه، فيوم مش هنساه في حياتي. انا حجيت ورحت 7 عمرات، النهارده بضيف بقى حدث كبير، اموت وانا مرتاح والله النهارده. والف الف شكر للاستقبال والحفاوه اللي احنا اتقابلنا بها لحد الان، والله متشكرين قوي قوي قوي، الف شكر. بنشكر اداره الاهلي وبنشكر اداره المجله على التكريم اللي هو غير تقليدي بصراحه. اي تكريم قبل كده كان بيبقى عباره عن حاجات عائليه، انما النهارده يوم تاريخي بصراحه، ان احنا نيجي الاهلي ونحضر تاريخه. فبنشكر اداره الاهلي وبنشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي. انا بقى لي 3 اشهر ما اتحركتش من السرير، بس اليوم ده اتحركت وجيت، لان الاهلي ده في دمي، نادي القرن. ويا رب يا رب يا رب يوم السبت نفرحه كلنا، ويعيش الاهلي ويحيا الاهلي ويحيى محمود الخطيب. انا بحمد ربنا وبشكر فضله بعد 68 سنه من عمري، ان انا كنت مواظب وانا في بدايه حياتي العسكريه ان انا باجي باستاد التتش ده في السبعينات بالكامل، بس بعد كده الحياه العسكريه خلتني ودخلت اكتوبر 73، والحمد لله والشكر لله حققنا النصر. ودايما الاهلي عودنا على النصر، وطول عمره مرفوع الراس بمبادئه وقيمه واخلاقه، ودايما باذن الله للامام وبالتوفيق يا كابتن يا محمود يا خطيب، واحفظك ربنا ويحفظ مصر ان شاء الله. النادي الاهلي من النوادي العريقه جدا اللي الواحد بيعتز بيها وبيعتز بالانديه بتاعتها وبيعتز بكل حاجه فيها، لان انا من الثمانينات بصراحه، يعني من اواخر الثمانينات وانا في النادي الاهلي انا وزوجي واولادي. سعيد جدا جدا، مع ان هي رابع مره لي اجي هنا في تكريم برضه قبل كده، ولكن احنا بشكر النادي الاهلي وبشكر الاستاذ محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وبشكر اعضاء مجلس الاداره وكل الناس اللي موجودين في النادي المحترمين اللي قابلونا احسن مقابله وكرمونا احسن تكريم، وعقبال يا رب ونيجي دايما كده اهوت، ونيجي ان شاء الله واحنا واخدين الدوري وكاس افريقيا واخدين كل بطولات العالم ان شاء الله.